نروح مرة تانية لملعب المباراة ولقاء مع محمد شريف نجم النادي الأهلي. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، محمد شريف هداف النادي الاهلي. مبروك يا شريف، فوز مهم جدا كالعاده، بطوله الدوري بطوله غاليه، لكن كمان النهارده فرحتونا وفرحت كل جمهور النادي الاهلي، وانت كمان على المستوى الشخصي 10 اهداف، هداف النادي الاهلي، ولسه كمان عندك كتير يا شريف، حابب تقول يا شريف النهارده؟ طبعا الحمد لله مكسب كبير باللعب فرق كبيره زي نادي الزمالك. خدنا الدوري، بس احنا كنا عايزين حتى وانت واخد الدوري تنهي الدوري بشكل كويس. احنا تعبنا جدا السنه دي، فكان لازم نختم باحسن صوره، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. ان شاء الله ده في النادي الاهلي، ولسه كمان عندك الكتير رغم قله المشاركه، لكن شريف عنده كتير جدا، لسه فرصه بتيجي بيقدر يحرز اهداف، وشريف كمان متواجد في النادي الاهلي وباقي في النادي الاهلي على ما اعتقد. الحمد لله، طبعا يمكن السنه دي ما بشاركش كتير، بس الواحد الحمد لله برضو محافظ على اللي هو هداف الفرقه ثالث سنه على التوالي، بحمد ربنا طبعا كده. بتمنى ان انا طبعا اشارك اكتر، انت عارف يا كريم كتر اللعب طبعا بيخلي عندك ثقه اكتر واستمراريه وكل حاجه بتعلى طبعا مع كتر اللعب، فان شاء الله هحاول اشتغل واعمل عليا، وان شاء الله الفتره الجايه ارجع تاني اشرف باذن الله. النادي الاهلي ومسندته ليكوا بشكل كامل، ولسه كمان اللي جاي حابب تقول لكل الجمهور يا طبعا هم بنشكرهم طبعا على دعمهم، بيقفوا معانا دايما في كل مكان بنروحه، بيبقوا في ظهرنا، فطبعا بنهدم المكسب الكبير ده ان شاء الله يعني. الحمد لله الحمد لله. مبروك اكيد لواحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه محمد شريف، فوز مهم جدا بالتاكيد، بطوله غاليه جدا، بطوله الدوري النهارده، فوز عظيم الحقيقه على نادي الزمالك، هم دول لعيبه النادي الاهلي، هم دول ابطال النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله اللي جاي يكون في انتصارات، يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي وجمهوره يفضل سعيد كالعاده ان شاء الله.